سي رضوان باعو، بدايه مرحبا بك معنا في موقع منبر الحوز، ربما للمره الثانيه على التوالي استضفناك في الموقع ديالنا. شفنا الاداء الرائع اللي قمتي به، ماشي في هذه المقابله بالضبط، جميع المقابلات ديال مباراه الذهب، يعني كيفاش الشعور ديالك وكيفاش يعني شفنا، لان شفتي قدمتي واحد الاداء خرافي في هذه السنه مع فريق نادي امالي تورير. اشنو هما الامور اللي جعلوك انك ترجع باعو يعني السابق؟ وتنشكر بعض الصحيفه تاع منبر الحوز اللي كتتابع كل كبيره وصغيره، وبالنسبه لي انا تنحس براسي راه ولد اي تورير، اللي تنحب هذا الفريق، حنت لعبت سنتين مفرطتين، وكاين واحد السنه اللي تضربت فيها في ليزان ديكتور وريحت. وبالنسبه للجماهير كنشكرها بزاف اللي كتساندنا، وراه هذا الاداء راه ما تيجيش مني انا، من جميع المجموعه، وكنشكرهم بزاف. وكما شفتوا مقابله اليوم كانت صعيبه بزاف، الخصم كان صعيب في الملعب، حتى تاتى لنا هدف وبقينا محافظين عليه حتى لاخر نقطه. وكنشكر المكتب المسير على راسهم السي عبد الرحيم بوجديد، والمدرب والمكتب ونصومبل، وكنشكركم بزاف. كيفاش الشعور ديالك السي رضوان انت مع 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 امل اي توري وفي اي توري؟ كيفاش الشعور ديالك؟ كيفاش كتلقى يعني المعامله ديال الناس تاع اي توري مع الجماهير ديال الفريق امل اي توري؟ بحال قاعد في مراكش، شي بحال قاعد في جيت من المعامله كي كاينه 100% في مراكش، كاينه هنا تعامل جد محترم وبزاف. كيحترمونا كيعطيونا الحقوق تاعنا، ما عمرنا قلنا شي حاجه وردوها لنا في وجهنا، من اطيب خلق الله، وما كاينش الوعود الكاذبه، كاع داك الشيء اللي تيوعدونا به تيقوموا به، وراه الحمد لله ما عمرك شي لاعب تيتشكى ولا شي حاجه. اخر كلمه توصلها للساكنه والمحبين ديال الفريق ديال امالي توري؟ وانا كنقول للساكنه تنشكرهم بعدا، حنا ترحبوا بنا بحال ولاد بلادهم، وبنقول واحد الكلمه كنتمنى يشوفوا من حال ذاك الملعب، هذا هو باش نعودوا نستقبلوا في الدفء الجماهيري تاعنا، حدا الدفء الجماهيري تاعنا، والحمد لله تنستقبلوا كاع في الويدان، الله يجازيهم بخير هاد الناس في الويدان، وكيجي الجمهور تيتبعنا الحمد لله، وتبعنا كاع الجمهور هذيك النهار لعبنا كاع في العطاوي ومشى معنا بعض الجماهير الحمد لله. وتنشكر الصحيفه منبر الحوز، وشكرا لكم، والله يسلمكم ونسيروا على هذا المنوال حتى في الروتور ان شاء الله، وشكرا لك. شكرا لعيب باعو، الله يعاونكم، الله يرحم الوالدين.